حروف زين. وفي هذا الصباح هذا من يوم الاثنين معنا وحضر معنا البروفيسور صلاح الدين سلاوي خبير في جراحة التجميل بالرباط. غنتكلموا على مشكل الودنين البارزين ولا مشكل الودنين اللي باينين عند الوليدات. صباح الخير بروفيسور. صباح الخير. كيف صبحتي؟ الحمد لله شكرا. مرحبا ثانية استوديو 4 منور بيك وبكل ضيوف بروفيسور. شكرا جزيلا. شكرا. إذا كاين مشكل عند الوليدات كيتزادوا بهذا نقدروا نقولوا انه تشوه خلقي مثلا ديال الودنين اللي كيكونوا بارزين. فعلا هذا التشوه نتاع الودنين اللي كيكونوا شويه بارزين هم طنشين كيقولوا الودنين طنشين فرنساوي كيقولوا لهم لي زوغي ديكولي حيلا ما تلصقوش هو كيتعتبر فعلا تشوه خلقي ولكن تشوه خلقي بسيط. نعم ما بينش بزاف تقريبا. لا كيمكن يبان بزاف حيت كيمكن الودنين يكونوا طنشين بزاف فهمتي ممكن يكونوا باينين يخلقوا مشكل عند بعض الاطفال ولاد ولا بنات كيمكن يكونوا طنشين بجوج كيمكن تكون غير وحده. فهذا التشوه يعني كيبدا يبان ملي الودن كتبدا تكبر وكيمكن يخلق كما قلت لك واحد المشكل عند بعض الاطفال بالاخص ملي كيمشيو للمدرسه كيبداو يلاحظوا عليه الاطفال الاخرين هو يقولوا ليه ودني الاحمر ودني كذا كتعرف الاطفال دري كيكونوا شويه صعب مع بعضهم نعم في الـ في الـ في ما كيدوزوهاش لبعضياتهم ضروري من الملاحظه والنقد كتجبر تلاحظ كذلك كتجبر بحال البنات صغار كيكون عندهم الودنين طنشين دائما طالقين شعرهم على ودنهم معمول كيبغيو يجمعوا شعرهم او كاين ولاد كيكون عندهم الودنين طنشين كيبداو يكبروا الشعر ديالهم بحال البنات تقريبا كيكبروا بزاف باش يغطيو نعم الودنين. فهذا كيمكن يخلق هو يعني تشوه خلقي شيء ما بسيط ولكن كيمكن له يخلق واحد الازعاج عند الوليدات. انت كيبدا انت كالام ولا الاب كيعرف ولده ولا بنته عنده هذا المشكل هذا ويقدر يحلو ويقدر يعالجه فهذا فهذيك الوقيته احسن. هو كيتلاحظ تقريبا في الشهور الاولى حتى كيعمل 3 سنين 4 سنين الطفل ملي كيخلق ملي كتكبر عندك الاذن كيبدا يبان هذا التشوه الاضطراب وكيمكن بعد النوبات في غالب الاحيان كيكون وراثي مش واحد من العائله الاب ولا الام عنده نفس هذاك المشكل ولكن نقولوا العلاج ديالهم ما كيبدا العلاج او الاصلاح ديالهم حتى كيوصل يبلغ الطفل 7 سنين عاد ممكن انتوما تدخلوا بجراحه. نعم واختار بلي كاين فعاد كان علاش حتى 7 سنين خص الطفل هو اولا اللي يعبر على رغبته الرغبه باش يدير الاصلاح ديال الودن ديالو. ما الا ما كيهموش وعايش بها بخير ما بغاش صوبه ما تحمل لزم عليه كيخص هو اللي يعبر على ذاك الإرادة نتاع الإصلاح ذاك الودن. ثانيا لأن الأذن كتكمل النمو ديالها يعني ملي كيوصل الطفل 6 سنين 7 سنين كتكون تقريبا الأذن كملت وكملت النمو الكبر نتاعها تقريبا 80-90% وبقى لها ما تزيد. فما كنديروش العملية قبل من 7 سنين باش ما يوقعش هذا الاضطراب ديال النمو تاع الاذن. درتي العمليه قبل من 7 سنين تقدر تكبر عاوتاني ما تبقاش تكبر نهائيا عندك توقف النمو ديالها. كاين اقبال على هذه العمليه كاين الناس اللي كيجيو لعندكم داقين الباب بان النار كاين هذا المشكل. اذا سمحتي لي نكمل علاش كنقولوا علاش الاطباء كيقترحوا باش الاصلاح يبدا في 7 سنين. فقلنا اولا خص الطفل يبرهن يعبر على الرغبه. ثانيا ما خصهاش دير قبل من 7 سنين ولو الوالدين او الطفل بغاو انها تصلح من قبل ما خصهاش ندير قبل 7 سنين باش ما تاثروش على النمو ديال الودن. ثالثا
ما خصهاش يمكن لا دار ابتداء من 7 سنين ما خصهاش دار بزاف كبر باش ما يوقعش تأثير نفساني عند الأطفال كما قلت لك بسبب هذا الحالة التشوه اللي هو بسيط. وكاين أطفال اللي كيأثر عليهم بزاف هذا التشوه ولو بسيط بسبب الملاحظات وكيضحكوا يتملغوا عليهم يستهزئوا بهم الأطفال الآخرين في مدارس أخرى. ولكن كذلك كاين بزاف نتاع الناس اللي كبار كاين اللي حتى وصلوا للسن 20 30 عام 40 عام وعاد جاوا يصلحوا الأذن ديالهم. كاين واحد عدد الناس اللي كانوا عندهم كابتين هذاك الرغبة وهذاك المشكل وكاين كنشوفوا ساعة ساعة الناس كبار كيجيو باش يصلحوا الأذن ديالهم يعني ماشي يعني بطريقة يعني تقريبا كثيرة جدا الناس كيجيو ما بين 20 30 سنة بعد يصوبوا الأذن ديالهم. ونفس العملية اللي كتجرى على ولد 67 هي اللي كتجرى على ولد 40 عام تقريبا. الفرق هو في التخدير. إلا كان الطفل مازال عنده 7 سنين ما بين 7 سنين حتى 12 عام كنكونوا مضطرين باش نديرو تخدير عام لأن الولد صغير ما غاديش يتعامل معنا ويتفاعل مع التخدير المحلي ما يقبلش يديرو التخدير المحلي إلى آخره. نعم إذا كان مضطرون نديرو تخدير عام ولو خفيف ولكن تخدير عام. إلا كان السيد كبير كيمكن يتفهم ويتقبل نديرو غير تخدير محلي تكون القضية شوية أسهل. ولكن ماشي معناتها أنهم الأحسن ينتظرون الناس حتى يوصلوا للكبر بالعكس خاص الدار هذه العملية قبل ما يكون عليها تأثير نفساني عند الطفل. كاين شي شروط صحية كتخاف الإقبال تكلمتي قبل على الإقبال فعلا هذه العملية اللي عليها إقبال كثير وهي عادة بحال لا في المغرب ولا في الدول في أوروبا فرنسا إلى آخره معروفة أنها العملية نتاع العطلة الربيعية في غالب الأحيان كلشي كيمشي يدير هاد العملية كيجيو يديرو فيك العطلة ديال الربيع وعملية عليها إقبال كثير فعلا كما قلت لك لا عند الأطفال ولا عند الناس اللي كبار يمكن هذوك الناس اللي حتى وصلوا ل 20 سنة يعني ما كانش عندهم كتعرف التربية الجرأة ما كانش عندهم الجرأة الكافية باش أنو يقول لا باش يعبروا على ويقولوا لوالديهم أنا ودني ما عجبانيش ضايقاني ديوني نصوبها فهمت كيكتسبوا واحد النوع ديال الاستقلاليه والنفسيه وثقه عاد يطلبوا هذيك العمليه. كيفاش كتجرى العمليه واش كتاخذ ديال الوقت؟ فعلا هي كما قلنا التشوه نسبيا تشوه خلقي هو نسبيا بسيط وكذلك العمليه ديالو هي شيء ما بسيطة سهلة والنتائج لها عادة مزيانة محمودة وناجحة دارت العملية في القاعدة دي بالقاعدة ديالها وبالقواعد ديالها ومن طرف المختصين. فشنو هو السبب اللي كيخلي باش نفهموا نوع العملية شنو هو السبب اللي كيخلي الودن يبقاو مطنشين؟ فدابا إلا شتي الودن ديال شي واحد كتشوف أن الودن هي ورغم ذلك شيء ما معقده لان فيها ثلاثه ديال الطبقات كاين الجلده من على برا كاين الجلده من اللور وفيما بين الجلده والجلده كاين القرواج الكارتيلاج وداك القرواج عنده واحد الرسم خاص بحال الإكغيك وهذاك الرسم الخاص هو اللي كيتسني هذاك القرواجة هو اللي كيتسني الودن هو اللي كيخلي الودن تكون تبرز ولاصقة في راس الإنسان. الناس اللي كيكون عندهم أطفال اللي كيكون عندهم الودن مطنشة سبب رئيسي في غالب الأحيان هو أن ذاك 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 هذاك الرسم ما تكونش ذاك الإيكريك ما كاينش الإيكريك ما كاينش أنت كتكون الودن يعني مطنشة خارجة والقرواجة ما كتكونش متنية من الداخل مزيان ما دايرش داك الرسم العادي اللي فيه إيكغيك فرد. فالعملية اللي كنديرو ليهم وهي الرسم إيكغيك القرواجة ورسم داك إيكغيك يعني كتكون الودن مطنشة إلا بركتي عليها هكا إلا بركتي على الودن عند الوليد اللي عنده الودن مطنشة
وقلت عليها هكا كتشوف داك الإي غي كيتصور كيتصم. فالهدف إذن هو إعادة نحت القرواجة. إذن الشكل رباني سبحان الله، يعني من عند الله هذا الحرف هذا في الأذن، يعني كتعودوه نتوما. رسم ذاك الرسم هو هو اللي كيعطي الشكل ديال الأذن الطبيعية. فالعملية كتدار بواحد إما تخدير عام أو تخدير محلي على حسب السن تاع الطفل، كتكون واحد الأنسجة واحد الجرحة مورا الأذن مخبعة نهائيا ما كتبانش من لوراني تاع الأذن، باش منها كنمشيو نوصلوا لهذاك القرواجة كارتيلاج، وكنصوبوا النحت ديالو، كنعاود نحتو وكنربطو نعقدو باش نصوبوا هذاك الرسم المرغوب المطلوب في طبيعي باش كتتنى الودن وكترجع تقريبا طبيعي. كتاخد العملية المكان الطبيعي ديالها تقريبا واحد نص ساعة ديال المكانة، نصف ساعة نصف ساعة في كل أذن. ومن بعد يعني إلا كان الإنسان تخدير محلي كيمكن له يغادر المصحة في نهارو، ولا كان تخدير عام كيخص يبقى واحد 24 ساعة تحت الحراسة. من بعد هذيك العملية كيكون واحد بحال بونسمون في عند الودن واحد تقريبا 5 أيام 6 أيام حتى الأسبوع، ومن بعد كنزولوا هذاك البونسمون وكيخصو هذاك الغراز اللي مورا الودن كيتحيد من بعد أسبوع 10 أيام. كديروا غراز بالخيط يعني خيط طبيعي ديال نعم، وكنصحوا الأطفال الناس اللي عملوا العملية ديال إصلاح الأذن باش من بعد ما يحيدوا داك البونسمون ياخذوا داك البوندو اللي بحال اللي كيديروا البنيات، البوندو اللي كيديروا صحاب مالين اللي كيلعبوا التنس او باندا كيديروها على الأذن ديالهم على الراس ديالهم مدة شهر من بعد العملية غير في الليل. غير في الليل يدخلوا للدار يجلسوا كيديروا واحد الشهر باش كيتعزز داك النتيجة. داك النتيجة اللي حصلوها عليها كيبقاو كتبقى داك كتأكد وكتعزز. وفي غالب الأحيان كنعاود نبغيو نشوفوا، كاين مراقبة كتكون يومين بعد العملية باش كنشوفوا أن الأشياء كلها على ما يرام. لأنه كيمكن يوقعوا قليل، ولكن بعد النوبات كيكون يوقع إيماتوم، يعني بحال دابا كيمكن تكون شوية ديال الدم أو شي حاجة تجمع كيخصو يتعالج مباشرة. في غالب الأحيان كنبغيو نشوفوا الأطفال يومين من بعد. ومبدئيا خصو عندك في عاده كيكون كذلك في ذاك الاسابيع الاولى من بعد العمليه كيكون نوع شويه نتاع الاضطراب في الحساسيه نتاع الودن. الودن كيكونش كيحسوا بالبرد ومزيان فيخصو يردوا بالهم. شحال تقريبا؟ واحد بعد جوج ولا ثلاثه السيمانه حتى الشهر بعد العمليه كيحسوش في الاذن ديالهم، خصهم ياخذوا بالهم من البرد، ما يعرضوش الودن ديالهم للبرد لانه واخا يكون البرد ما يحسوش به. فديك الحساسيه كتعاود تستجع من بعد شهر تقريبا. وعاده يعني في الاسابيع المباشره اللي من بعد العمليه كتبان النتيجه، وهذه النتيجه كتحدد الفرق ما بين ما كان عليه وما كانت عليه الودينات وما اصبحت. والهدف ماشي هو ملي كندوي العمليه ماشي هو نلصقوا الأذن أكثر ما يمكن في الفراس، ولكن غير تكون طبيعية بشكل طبيعي. نعم الشكل الطبيعي اللي كيهم في الأذن هو أن ملي الناس يشوفوا الأذن ما يلاحظوا والو، ما يلاحظوش الأذن. نعم ما يكونش فرق اللي عادية ومزيانة خصها ما تكونش كتلاحظ. هذا هو. وفي غالب الأحيان هنا قلت عملية شأن بسيطة، فالتشوه نفسه بسيط والعملية بسيطة والنتيجة كتكون شكرا في غالب الأحيان مرضية. شكرا لك بروفيسور صلاح الدين سلاوي خبير في جراحة التجميل بالرباط. أكيد طيلة الأسبوع راك معنا وأكيد المواضيع معك غتنوع بإذن الله. بقوا معنا